يقول: هل يصح عقد النكاح إذا كان المأذون الذي عقد النكاح يمارس السحر والشعوذة؟ إذا كان يمارس السحر والشعوذة فهو كافر، الساحر كافر، لا يجوز أنه يتولى عقد النكاح. نعم. لكن لاحظوا أن عقد النكاح ما هو اللي المأذون هو اللي يعقد، اللي يعقد الإجاب والقبول، الإجاب من الزوج أوليه والقبول من الإجاب من ولي المرأة، من ولي المرأة أو نائبه، والقبول من الزوج أو نائبه، وهذا إنما هو مشرف فقط على العقد. فإذا تم الإجاب والقبول بين الزوج وولي المرأة فقد انعقد النكاح، حتى ما لو ما هم عند مأذون، لو ما هم عند مأذون إذا حصل الإجاب والقبول انعقد النكاح. نعم.